شو اللي مخبيه عن خضر يا إلكار؟ الشي اللي مخبيه ما له أي أهمية، ترك لي إياها أنا بحلها، بس يلي سمعته إله أهمية. أنا عم اسمعك. عم يقولوا إنه الريس خضر بده يرجع المصاري للسيبيري. بده يرجع للسيبيري لكان؟ للدولة، بس مقابل اتفاق. بتوقع إنه كمان رح يرجع المصاري للسيبيري. وأنت كيف حصلت على هاي المعلومة؟ من شاهين آغا. طيب وشو علاقتها بشاهين آغا؟ سمعت إنه هو عم يمشي المساومة مع اللي اسمه نوزت. وأنت شو علاقتك بشاهين آغا لحتى تعرف هالشي كله؟ جايك بالحديث، لا تستعجل. الشي اللي شاغل بالي سيد أوزار المصاري اللي حصل عليها خضر. هي مصاري الطاولة؟ ولا مصاري الدولة؟ ولا مصاري خضر؟ ولا هي مصاري السيبيري؟ يلي شاغل لك بالك عدم تقاسم المصاري؟ رح تكون حصة كل زلمة 100، وهيك منكون طالعنا اللي دفعناهن من أول تجارة. الجدد ما بيعترضوا على هالشي، وإنتوا إذا بتأيدوا هالشي الأغلبية بتكون معنا والكل بيربح. بدك نعمل اجتماع يا إلكار؟ ما بدي اجتماع الرفض فيه سيد أوزر، فهمتني؟ بس حابب أعرف رأي السيد أونال. هو إذا بيقول لا بينتهي الموضوع. وصل له للسيد أونال، بس مثل ما بتعرف أنا هو المسؤول عن العلاقة بينكم وبين الرئيس خضر. هلأ منيجي لهون. سليم آغا قال لي لإلي اقتلوا لمحمود، وكلكن بتعرفوا مو؟ اي صح. بس أنا كوني ممكن أقتله لمحمود وقت بدي، خبيته لمحمود. إيه، أنا ما بقدر خبر الرئيس خضر، وبما أنه حضرتك بتكون نائبه يلي بتشوفوه بعمله. خبرني إلي ليش ما قتلته؟ باليوم الأول خناق أخوة، وبكرة بتلين القلوب وبيتصالحوا سوا. وبعدين وقت اللي بينت الشغلات اللي عملها محمود وأبدع فيها قلت نحن بحاجته. نحن بحاجته لمحمود؟ القناص الميت دائما بيلزم يا أوزر بيك. طيب خليني أسأل أوزر بيك. تفضل. يعني مين رح تسأل؟ السيد أونال ولا الرئيس خضر؟ تضل بخير. تلاقي الخير.